مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم موجودين معاكم في بث مباشر جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة الدقهلية اللي شهدت واقعة مأساوية يوم الاثنين 5/8 لهذا العام، وهي الواقعة خطأ طبي راح ضحيته شاب في ريعان شبابه 26 سنة. عاش يتيم الأب من 11 سنة، بدأ يشتغل ويصرف على نفسه ويعول أسرته ويراعي والدته اللي ملهاش غيره. سافر يعمل في الخارج زيه زي أي شاب بيطمح إنه يكون أسرته ويكون مستقبله ويعيش حياة سوية كريمة، ولكن شاء القدر إنه ينزل يشتكي من اللوز. فجأة تحدد له ميعاد للعملية وبالفعل دخل العمليات. اتفاجئ أسرته هروب الدكاترة القائمين على العملية سواء الجراح أو طبيب البنج، واتفاجئوا بجثمان إبراهيم رحمة الله عليه، جثة هامدة داخل سيارة الإسعاف. طبعا تم تحويله من مستشفى شربين لمستشفى المنصورة الدولي، تم معاينة الجثمان من قبل الطب الشرعي. على الجانب الآخر، ما زالت النيابة العامة بتباشر التحقيق في الواقعة من قبل الدكاترة المتهمين أو الواقع الاتهام عليهم في المحضر المثبت من قبل الأسرة. طبعا معانا والدته المكلومة عليه رحمة الله عليه. الله يرحمه، ربنا يصبرك يا رب ويكتبه من الشهداء الأبرار إن شاء الله. الله يخليك. قولي لي إيه اللي حصل مع إبراهيم؟ ابن نزل من السعودية يعمل عمليته وراح للدكتور طلب منه تحليل. هو نزل قبل العملية بعشر أيام تقريبا، بأربع أيام. فقال له اللوز عندك متضخمة وما كتبلوش حتى برشامة. كان بيشتكي من حاجة قبل كده؟ لا طبعا، هو صحته حلوة، ما كانش بيشتكي من أي حاجة. لا، فيش إلا السنة دي هي اللي زادت عليه في التعب شوية. فهو نزل يعملها عشان يبقى في معانا، فراح وكتب له تحليل، تحليلات شمل، والتحليلات الحمد لله طلعت سليم وشاف، وقام بعت له على الواتس. ما بعتها له الواتس قال له خلاص تيجي يوم الاثنين تكون صايم الساعه 8. يعني هو شاف التحاليل واجرى عليه فحوصات قبل ما يدخله غرفه العمليات، التحليلات بس. وكان ابراهيم الحمد لله ما فيش في اي حاجه. رحنا يوم الاثنين اللي فات عشان نعمل له العمليه، طلعنا الدور الخامس. لما يجي دوره نزلوه الساعه 11. مستشفى حكومي ولا مستشفى خاص؟ لا، مستشفى خاص. مستشفى خاص، تمام. موجودة في شربين برضو؟ أيوة، مستشفى معروفة. معروفة يعني مستشفى شهيرة داخل مركز شربين. أكيد. وما نزل الساعة 11، 11 استنيته يطلع 11 ونص ما طلعش. سألنا قالت لي ضغطه عالي، قلت لها ضغطه المهم ما بيعلاش، هو ضغطه بيوطى. كل شوية أسألهم تقول لي في الإفاقة، في الإفاقة. لبنتهم ما لما جت طلعت لممررة قلت لها ابني فين؟ الناس مش كلها اللي معاه؟ قالت لي ابنك معاه. كل ده ومحدش عرفك ان ابنك اصلا زي في المستشفى او في الاسعاف تحت؟ لا، ما ادونوش اي خبر. ولا ادوني حتى لحظه ان انا اشوفه كده. محدش يتكلم. محدش يعني يتكلم. يعني حتى الدكاتره ما كانش عندهم ضمير بعد ما مات في ايديهم ان هم يبلغوك انه توفى. افوج ان هم مودينه مركبينه في الاسعاف، مودينه مستشفى حكومي. رايح عايزين يرموا مسؤوليتهم على المستشفى الحكومي. ايوه. وحتى بتاع الاسعاف واخده جثه هامده. كتب ده في المحضر بتاعه. ايوه. ان هو مستلمه من المستشفى الخاص ومن الدكاتره بعد انتهاء العمليه اللي هي بتاعت اللوز. ايوه. جثه هامده. ما ادونوش اي اخبار، انا عرفت ان هو مات. ورحت شفته في المستشفى الكبير. يعني المفروض كان يدوله خبر ان هو. انت اكتر زعل زعلتيه ان هم غدروا بيكي حتى لما توفى وما قالوش. اكيد ده ابني، ابن حبيبي. يعني ابن صعبة، الموقف صعب. يعني رحمة الله عليه يا رب، الله مرحب. إبراهيم كلمين عنه. إبراهيم كان إنسان كويس وتحمل المسؤولية بعد أبوه ما مات. قالوا لي قبل ما نصور إنه يتيم من 11 سنة. أيوه. ابنك الوحيد؟ أيوه، ما عنديش إلا هو، وتحمل المسؤولية. وما حب يسافر، هو وصل السن القانوني حب يسافر، سافرت
يعني دي تاني سفر، التاني سفرية يجيها اللي هو مات فيها. تاني اجازة يعني. تاني اجازة اه. وكأنه كان حاسس انه نازل يرمي كده. ايوه. رحمة الله عليه. الله يرحمه، الله يرحمه. ربنا يربط على قلبك بالصبر والصبر. يا رب. خليني اخد شقيقته وبعدين ارجع لحضرتك، البقاء والدوام لله. نعم بالله. دي كنت مع ابراهيم في السعودية. اه. قالوا لي ان انت رجعتي بعد دفنه. اه. رحمة الله عليه. يا رب. ايه اللي حصل معاه ومين اللي بلغك الخبر الحزين ده؟ عمتي اللي كلمتني قالت لك ايه؟ قالت لي تعالي عشان ابراهيم مات. كنتش اتخيل ابدا. محتاجين كل الناس تدعي له، بس بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ما صعبتش عليهم من الساعه 11 لحد الساعه 3 ونص. امي رايحه المستشفى رجليها مكسوره، امي رجليها مكسوره ومتجبسها، راحت المستشفى رجليها مكسوره. ما صعب يعني، ما صعبتش عليه، ما صعبتش عليه يطلع يقول لها تعبان، عايزين نتصرف، هنعمل حاجه، ازاي من الساعه 11 ل 3 ونص؟ دي مش عمليه لوز. قدرها. ام قلبها موجوع، ابنها دخل، اربع اشخاص عملوا العمليه بعده خرجوا، ما كلفتش خاطرك تطلع تطيب خاطرها، تطمنها، تطمنها عليه، تقول لها في مشكله ساعدينا، مثلا هناخده ونروح مستشفى، نعمل اي حاجه. ما تعرفش غير وهي بتسال ممرضه وتقول لها طلعي لي ابني وهديكي الحلاوه. قالت لها ادعي له. قالت لها ادعي له بايه؟ قالت لها مات. ازاي 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 موجودة؟ مش عارفة، بس هما ما قالولهاش. هي راحت له المستشفى، ما قالولهاش، ما قالوا لا ازاي ازاي. ما صعبتش عليك، ما صعبتش عليك انها قاعدة بتسألكوا هو فين هو فين من 11 ل 3 ونص؟ دي عملية لوز. طب بعد ما توفى انتوا سألتوا ايه السبب، او ممكن يكون ايه السبب في انه مات من منهم؟ الدكتور الجراح قال ان هو العمليه تمت. دكتور التخدير هرب من المستشفى. يعني انا بقول انه الاثنين مدانين، لانه انت ما رجعتش لاهل المريض وقلت لهم انه هو في حاجه، فانك تاخده في اسعاف وتوديه المستشفى. انت عايز تخلي الناس او السبب ان هو مات في المستشفى الحكومي. طب دكتور التخدير هرب من المستشفى الحكومي ليه؟ هرب ليه لو هو ما عليهوش اي مسؤوليه؟ انك تفضل من 11 او من 11 ونص لحتى الساعه 3 ونص، طب ليه لو انت ما عندكش امكانيات في المستشفى اللي عندك، ليه ما خدتوش من بدري وبلغت اهله ان هو عنده مشكله او فيه ايا كان السبب ايه؟ احنا مش عارفين لحد دلوقتي السبب فين، بس ايا كان السبب انتوا الاثنين مقصرين. قولي لي، اخوكي كان بيشتكي من ضغط عالي؟ لا لا، ما كانش بيشتكي من اي حاجه. ولو كان بيشتكي، هسالك انت، لو هو بيشتكي من اي حاجه، هو مش المفروض ان اي حاجه بيمر بيها مريض هيعمل عمليه يطلبوا التحاليل الخاصه؟ ايوه، تحاليل او اشعه خاصه باي حاجه ممكن تاذي الشخص ده في العمليه بس. فحتى لو هو عنده مشكلة وهو ما يعرفهاش واحنا ما نعرفهاش، هم يعرفوها، احنا مش دكاترة. امال هم ليه دكاترة؟ لان كلكم بتسألوا هو بيشتكي من حاجة. هو لو بيشتكي من حاجة هم اللي يعرفوها، مش احنا، مش احنا. يعني حتى لو هو سببه ايا كان، انتوا المذنبين. انتوا لو مش مذنبين ما كنتش هربتوا. انتوا هربتوا ليه؟ دكتور الجراح لو مش مذنب ما قالهاش ليه؟ ما طلعلهاش من 11 ونص بعد العمليه قال لها ابنك فيه ايا كان اللي هو كان فيه، ما قالهاش. الدكتور بتاع البنك ليه هرب؟ ليه هرب؟ الى الان ما نعرفش، ما نعرفش، احنا ما نعرفش اي تفاصيل. احنا مستنيين النتيجه اللي هتطلع ومحتاجين حقه. احنا مش محتاجين اي حاجه. انا دلوقتي مش متخيله ان انا بقول على اخويا الله يرحمه، انا صعبان عليه. صعبان عليا ان انا بقول الله يرحمه، بدل ما كنت بقول ربنا يصلح حالك. كنت عايشه معاه في السعوديه؟ ما شفتوش، ما لحقتش اشوفه. اخر مره شفته بعد فيها كان من سنه. اخر مره شفته من سنه، كنت مستنيه يرجع عشان اروح اعمل عمره واشوفه. اخر مكالمه بينكم كان ايه؟ مضمون قال ان هو وصل بالسلامه،
وبعد كده كان مشغول، فكنت بكلم ماما بسألها هو اعمل ايه، تقول لي قاعد مع اولاد عمك وراح اشترى لبس، راح اعمل تحاليل، ملحقش. هو جاي يوم 31 الصبح بدري، وصل الساعة 8 الصبح. توفى يوم 5/8، يعني 5 ايام، الاربع ايام اللي كأنه نازل بيودع كل حبايبه واهله قبل ما يموت رحمة الله عليه. كان بيحب والله كل الناس رحمة الله عليه، الكل حزين عليه، الكل كنا مستنيين نحضر فرحه ومش نحضر جنازته. صعب عليا لما تفر اخويا الصغير، والله صعب. صعب اوي، صعب والله. ربنا يصبر قلبك. بتطلبي بايه؟ مش عايزة غير حقه، هو بس السبب في اللي حصل له، انا عايزة حقه. وعايزة اقولك يعني هو ده ممكن يبرد جزء من نارنا، بس هيفضل بيوجع، بيوجع انه في حد كان سبب في موته. انتي متخيلة ان ده عامل ازاي؟ وكمان ما كلفش خاطره انه هو يقدرها، والله انتي متخيلة يعني ايه رايحة مكبسة رجليها ابنها الوحيد عملية الوز هيطلع كويس؟ ما هو مفيش خيار تاني، ان هو عملية الوز بسيطة بسيطة، ياما ناس عملتها وطلعت منها وكلنا عملناها، عملية الوز امتياز يعملها يعني. بالظبط، في ناس بتدخل بأمراض ربنا يعافينا جميعا وتخرج كويسة عادي، انما دي عملية الوز. والفكرة هو لو الموضوع احنا ممكن نقول قضاء وقدر، لو انتوا ناس قدرتوا وطلعتوا حاولتوا تسعفوه او حاولتوا تواجهوا الاسره ان في مشكله صحيه. طب هو عنده مشكله، عنده كده مشكله من الساعه 11 ونص، العمليه بتاخد نص ساعه، 11 ونص انت ما اتحركتش ليه بعد 11 ونص؟ اتحرك الساعه كام؟ مخرجه بقى قبل ما يموت بقى، او يلا هناخده بقى لما يروح يموت في مكان تاني عشان احنا بقى ما نلبسش المصيبه. عندك حد عنده مشكله، انت حسيت ان هو عنده مشكله صح؟ عملت بعده 4 عمليات ازاي؟ جالكوا قلب؟ جالكوا قلب تعملوا بعده 4 عمليات وهو ايه؟ الناس اللي دخلت بعدي خرجت، الناس اللي عملت بعدي خرجت وهو عنده مشكله. انت ازاي يعني امي شافت الناس اللي خرجوا بعديه؟ طب هو كان عنده مشكله، كان عنده مشكله، انت هو كده عنده مشكله. انت عملت بعده عمليه تاني ازاي؟ عمليه واثنين وثلاثه واربعه، انت لازم تلم اليوميه بتاعت النهارده، انما ارواح الناس لا، ارواح الناس سهله للدرجه دي؟ لا، هو ده عمرنا كله، ده عمرنا، شاب عنده 26 سنه، ده عمرنا كله، عمرنا بقى راح عشان احنا ملناش غيره. طبعا يعني خالص التعازي ومفيش اي كلام ولا اي ردة فعل، حتى لو تم حبسهم هيطفي نار والدته المكلومة عليه. يعني عريس رحمة الله عليه ما يغلاش على ربنا ولا يعز عليه أبدا. ونعم بالله، ونعم بالله، ربنا يصبر قلبه يا رب يا رب. طالبي ان ربنا ياخد عدل ربنا يتحكم عليهم زي ما حطموني في ابني، عايزه حكم عليهم، حكم ربنا عليهم وعداله القضاء ان شاء الله، عداله السماء وعداله القضاء باذن الله، ربنا يجيب له حقه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله انا عندي حسن ظنه ان شاء الله. طبعا يعني كنا مع حضراتكم من داخل محافظة الدقهلية، تحديدا من مركز شربين. رحمة الله على إبراهيم فقيد الشباب، عريس الجنة، نازل يودع أهله وحبايبه، ما كانش يعرف إن ده آخر لقاء بيجمعوا بيهم. دخل يعمل عملية اللوز، من أسهل العمليات اللي المفروض اي طبيب بيجريها لاي مريض، اجرى التحاليل اللازمه وعرضها عليه قبل ما يروح العمليات، ولكن الدكتور وافق بان هو يجري العمليات، معنى كده ان كان سليم. بعدها خرج في الاسعاف وحاولوا ان هم يهربوا من التهمه ويحولوا الجثمان لمستشفى حكومي هروبا من مواجهه الاسره ومن التهمة اللي هتنسب إليهم. ما زالت قضايا الإهمال الطبي موجودة. طبعا
أملنا في الله سبحانه وتعالى وفي القضاء المصري العادل إنه هيرجع حق إبراهيم وهيعاقب المذنبين في حقه وفي وفاته وكل المقصر في قضايا الإهمال الطبي. هتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.